انا لما اجي مصر هبني في قصص ومغامرات، والاقيه بقى يا عيني سايباكي للملل القاطر في الغردقه. انت بتحبيها هلا ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني. بقولك ايه، هو انت قلت لي اسم محل مراته ده ايه؟ سيسان اند لوف. ده هنا في الزمالك. يلا بينا نروح. يلا بينا ايه يا بنتي؟ لو مش هتيجي براحتك، انا كده كده رايحة. زي ما قلتلك عايزين نروق الحتة دي خالص. اوكي. اوكي، وعايزين نغير الرفوف اللي بره دي ونحط الرفوف الجديدة بألوانها وحاجات وكده. كل الأرفف؟ كل الأرفف. كل الأيتيمز؟ وكل الأيتيمز. ايه ده؟ كمان سعر البضاعة الجديدة. الحقيقة. طبعا. طيب رجعت. هالة صح؟ ازاي حضرتك؟ تمام. دي صدفة ولا شكلك نقلتي القاهرة؟ اصل انا جيت ازور صاحبتي. اهلا. طب نورتونا، واكيد لو عجبكوا اي حاجة في المحل ما تلاقيش هعمل لك ديسكاونت. الو. انا. ايه مستشفى ايه؟ انا جايه حالا حالا حالا. ايه يا بنت؟ يا هالة يا بنتي، في اجرتي ليه؟ مخنوقه يا ناس، ما سيبيني عايزه اتمشى لوحدي. طب اقول هترجعي على البيت صح؟ لا أمور يا ست الكل. لا متشكرة قوي، أنا بس اتلخبطت في العمارة. تحت أمر. خلاص كده انت يوسف. خلاص طبعا، مستحيل كنا هنعرف نرجع. احنا عمرنا ما اتكلمنا في الموضوع بوضوح حتى بعد الخناقه الكبيره لما جيت لك مصر. بس هو عارف. مش عارفه بقى هو عارف ولا لا الموضوع وصل لغايه فين، بس عارف. وقعد شهور كتير رافض يتكلم في الموضوع، يمكن عشان كان خايف من اللي هيسمعه، وانا كمان كنت خايفه.
كنتش عارفة استحمل الإحساس بالذنب. الدنيا باظت خلاص. طب عمر، ماله؟ لسه بتشوفي؟ موضوع وقفلته كمان. أنا دلوقتي عايزة أشوف هعمل إيه في حياتي بس كده. يعني أفهم من كده إنك مش بتفكري لا ترجعي له هو ولا سيف؟ لا، عايزة أقعد لوحدي شوية. لوحدك؟ اه. هو انت عمرك كنت لوحدك يا هلا؟ لا عمري، تخيلي. عارفه، بس على فكره انك تبقي لوحدك وسنجل فكره هايله جدا. لحد ما السباكه تضرب. ايه؟ لحد ايه؟ سباكه. وانت عندك مشكله بالسباكه ولا ايه؟ مش فاهمه. يا متخلفه، مش قصدي، انا بتكلم يعني ان الرجاله احيانا بيبقوا مفيدين. اه اوكي ماشي. بس عارفه الواحده اوقات بتبقى صعبه قوي، تبقي محتاجه حد جنبك تقعدي مع نفسك كتير تفكري يا ترى لو حصل لي حاجه بكره، طب لما اكبر مين بلا بلا. عارفه والله عارفه، بس صدقيني مفيش اوحش من احساس انك تكوني حاسه بالوحده ومتجوزه. ايه ده؟ لا مش عارفه، ما اتجوزتش قبل كده فمش هقدر افيدك. عارفه في لحظات كده بتبقى واضحه قوي في دماغي، فاكراها كويس جدا، زي مثلا لحظه كده انا وعمر هنا عندك قاعدين بره في الجنينه، انا شايفاها اعتقد وسط الهبل بتاع ان احنا بنجري وبنستخبى وبنتسحب، دي كانت اكتر لحظات هاديه مريت بيها في حياتي من ساعه. بقعد اقول لنفسي هل هينفع ارجع الزمن؟ هل هينفع امسك في الثواني دي بقيه حياتي؟ هيلا انا جنبك. انا مش لاقياها يا فيرا، شوفيها كده عندك في المطبخ. مش قدامي.